ولا فامي عارفه راسي تعطلت عليكم وغبت عليكم بزاف. المهم كتسائلوا فين انا دابا؟ انا في البريد. النهار ما بديتوش من الصباح وما عارفه شنو غندير. المهم جيت خديت الكونفوكاسيون، وقت الكونفوكاسيون ديال المدرسه وصلتني نشوفوا الكريت اللي مكتوب فيها، نشوفوا شنو مكتوب فيها ان شاء الله. المهم كاينه واحد اللي بغا نديرها ان شاء الله. شفتو من بعد ما خرجت من البريد جيت شريت شي حاجات باش نحتاجهم، انتما تشوفو فاش دخلت عند مول الميك اب، شريت واحد التوشيه من بعد نوريها لكم. ما مولفاش كنوريكم داكشي اللي كنشري، ولكن هذه المره نوريكم للعلم انا في العرايش باش ما نخربقكمش معايا، ونوريكم مفاجاه. كنكلكم في التليفون كنغنيش عليا الدران، عرفت طلعت بواحد الصعوبه واخا هو كان باقي واقف، ولكن كانوا كيقولوا لي جري جري باغي نمشي هذيك. عرفتي باش قطعت هاد الورقه حتى كان يخرج قلبي غيخرج. المهم واخيرا ركبت. عارفه راسي لحد الان مازال ما قلتلكمش فين معاشا، بعد عرفتو فين انا. انا في القصر الكبير في المعاشا، غتعرفو من بعد ان شاء الله. دابا المشكل هي انا جالسه كيعجبني منين نكون في التران نطلع السرجم، يعني نبقى نشوف السرجم شنو كاين. من السرجم هابط وحشمت نتكلم والناس جالسين قدامي، انا على شو شنو غندير. الدران دابا تحرك، كنخاف غير تكونوا ما كتسمعونيش، وانا بالعاني درت لي زياد باش تسمعوني. البلان اللي قلت لكم انا طلعت السرجم وهي ولات هبطاتو، دونك ما يمكنليش. عرفتي علاش التليفون كيهبط؟ تليفوني كيزلقي بوحدو مسكين. المهم انا طلعت السرجم هي ولات تاتو، ما عندي ما نعمل، دونك غنخليه مسدود. شنو نقول لكم؟ ما عرفتش شنو نعمل في هاد الساعه. انت كونيكتا شي شويه طبعا، من موراها غنوصل، غتعرفوني فين مشيت وعند من. صراحة الإنسانة اللي مشى عندها توحشتها بزاف بزاف بزاف، واحد الدرجة كبيرة. دونك فرحانة حيت أنا مشى عندها، و المهم انتو ما تعرفو شكون. حيت عصبني صح وكيفاه جبت هاد اللعيبات باش نقراهم باش نشوف شنو هادشي اللي صيفطولي. المهم هادي ماشي ديالي،
صراحه حتى هذه ماشي ديالي ديال اختي بالحق نفتحوها نشوفوها. المهم هذه غير البولتان ديال المدرسه ديال اختي شفتها، هذه شي حاجه ديال البوست مربنت لكم انا البريد، هذوك ماشي ديالي، هذه ديالي من انستيتيو دو تكنولوجي دو توريزم دو طنجه، دونك من المدرسة شوفوا شنو فيها. انا عارفة بلي فيها كونفوكاسيون ولكن باش نبين بلي كيعيطوا لي باش نقرا. صراحة والله الا توحشت المدرسة، توحشت كاع داك الناس ديال المدرسة، توحشت انني نقرا معاهم دوزت معاهم وقيته زوينة، توحشت الاساتذة والله الا توحشت نقرا، غير هو والله يهدينا ديك الفياق بكري وصافي، غير داك الفياق بكري غنولفو من بعد ويبقى يجينا كلشي عادي. المهم هادشي اللي كان في لي زونفولوب اللي جبت من البوست باش كنتو معايا، ودابا انا مازال صرجه ما بغاتش تستحوا باش نصور لكم الطريق. المهم سي با غاف، خصني دابا نصيفط ميساج كنت غنقول شكون، المهم خصني نصيفط ميساج نقول لهم بلي انا قريبا نوصل ديك ساعة باش تشوفوا فين ماشى وعند من، ما بغيتش نحرق المفاجأة وصافي بغيتكم تبقاو معايا تبقاو منسيني. يا ريتكم كنت فاتحاها اللايف، والله فكرة زوينة الصراحة، نقدر نمشي نفتح لايف في اليوتيوب دابا. المهم انا نشوف دابا النور، إنه النور. المهم أنا مازال كنستناهم، دبسونا ولي قالوا لي حنا حداك، معرفتش فينا هما، أنا عاملة لكم سوربريز وهما عاملين لي سوربريز، بانوا عليكم الأمان، هيا، نزار. صحتك الحمد لله، انت يا خدي يا خدي اللي بغيتي عدمتكم ياك شبر شبر نهز محفظه لبس عليك ارنز 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 سخفتك يا كنزار اجا براس فين صاحبي صافا اجي اختيها علاش كتهرب مني اجي اجي نزار علاش علاش كيهرب مني تماش كيعجبوني الدراري صغار وانا ما كنعجبهمش. المهم شنو بغيت نقول لكم، عرفتي نزل التليفون ما بقيتش
ومحيت سلام عليكم. مهم انا وصلت دابا بخير على خير. كيف ما شفتوا جات عندي بنت خالتي. مهم انا جيت عند خالتي مهم توحشتهم بزاف صراحه، وشحال من جيت عندهم العام اللي فات من الصيف اللي فات. كنا خيمنا العام اللي فات خصوصي بحبه، كنا خيمنا العام اللي فات كاملين بينا في مولاي كسلان، وكنت صورت فلوغ ولكن ما حطيت باش ما حيت تمسح لي. ودازت ايام زوينه، كنا هاد العام ناويين نعاودوها ولكن ما كتبش. دونك دابا قربت القرايه وجيت نطلع عليهم، توحشتهم جيت نشوفهم. ومنها نزور جدي الله يرحمه، وديك ساعة نمشي للدار باش نوجد المدرسة. مهم كنبغي نقول لكم يقدر يكون الفلوغ هنا تسالة، إلا ما تسالش هنا غادي نقول لكم كملوا معايا الفلوغ. أما إلا تسالة كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، كنبغيكم بزاف. كنبغي نقول لكم انتم هنا. لا انا اللي لقيت خرطاسه، ها انا نعطيها لك. عطيني عطيني بوسه هنا ونعطيها لك هكا. ايوا شفار، اجي نعطيك واحد الحاجه، اجي نعطيك. قلت خالتي ما عارفش بلي انا جيت نحاول نخلعه، كيقولوا له اجي اجي. قبل ما نقول لكم سلامة وتصبحوا على خير وداك الشيء الاخر، ونسيت واحد اللعيبه اللي كنت قلت لكم غادي نوريكم شنو شريت من عند مول الميكاب، نسيت ما موريتكم. صراحه الريحه ديالها متونه. شريت هاد اللعيبه ديال الميكاب باش نبقى ندير ميكاب، حيت صراحه كنبقى ندير ميكاب وشعري كيبقى يطيح ليا على راكم عارفين البنات المعاناه. صافي هادشي اللي شريت، وكنت كنقلب عليها كيف كنقولوا براق الناس، لقيتهاش في مره ودابا لقيتها، ولكن صراحه ما كنتش باغا هادي، كنت باغا هذيك اللي كدير تشق تشق كتفتح هيدا وما لقيتهاش، وديت هادي عندي باني بها وصافي وصافي شي اللي كاين. قلت زعما نوريكم باش ما نتسماش ما وريت شنو شريت، واخا انا ما مولفاش صراحه كنوريكم شنو شريت، كن صراحه هوريتكم دابا. يلاه يلاه نقول لكم تصبحوا على خير وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديده اللي غتكون لا فيديو ما عرفتش صراحه ديك الساعه، وغنقول لكم العنوان ديال لا فيديو ان شاء الله. بيزو.